بحال خوالي هو زعما والله الا في واحد واخا كان ما عندوش كنعقل عليه صافي انا انتم يا المشاهدين انا والبقوله حتى الموت وغير التقطيعه ديالها حتى تشهي ايوا بنتي تاع عندها سبيسيال والله الا الوالده راه انا هي اللي دربتني واخا والله ما بغات تجيب هذه البقوله قلت لها والله حتى تجيبها قالت قدام المشاهدين كل مره كنقطعها قلت لها جيبيها مالها البقوله خايبه طيب ما قالت لك والو الوالده ما انا غات ديري لنا البقوله وصافي البقوله راه غجلاضه قالت لك كل مره كنبينها للمشاهدين قالت لك الوالده ما حد البقوله هنايا خضراء ما حدني انا كنقطع وناكل واخا يكون الشوا ناكل البقوله والله واخا يكون الشوا نقلع البقوله واخا نديرها طبيصلات اللي بغى ياكلها ياكلها اللي ما بغاش ياكلها ما ياكلهاش الوالده انا ما ولي البقوله عاوتاني عاوتاني والله الا عيقتي الوالده والله ما بغات تجيبها والله ما بغيت نجيبها بالله دابا المشاهدين الوالده غايقول لك حنا عايشين غير بالبقوله اه خليه يقول والله انا عايشه غير بالبقوله عاوتاني رانا الصباح حنا باقي ناعسين وقلعاتها وغسلاتها ودابا في التصوير قالت لك بلا ما نجيبها غديروا الهرقمه بينوا الهرقمه بلا ما نبين البقوله قلت لها البقوله هي اللي غتبيني مع المشاهدين بغاوك على البقوله وشافوك في اول فيديو بالبقوله عاوتاني البقوله والله الا ايوا سيروا للطبق الرئيسي ما دايره غير البقوله هذه الجلبانه كما كتشوفوا هذه الجلبانه ديالك انا هذه الجلبانه فاطمه انا ديالي قطعتها ودرتها في الفريكو ها با مسكين الخيرات ما شاء الله المشاهدين شوفوا شوفوا الوالدين والله العظيم كل كندوقوا من اي حاجه بطاطا شوفوا المشاهدين شوفوا الخيرات ديال الله قرب يا اكرام المشاهدين يشوفوا كلشي وتامر ما شاء الله وعاد داك النهار مشينا انا والوالده انا وياك كانت خاويه هذه واقيلا غير دابا شي سيمانه دابا تامر وعلى خليها هذا هذا 40 ايام غير كتوجد دابا حسبتها مع بيبي تبارك الله على نوير معنا اليوم المشاهدين واحد الضيفه جات مغزفه عليا والله الا جات مغزفه عليا بيني وبينك حساب اليوم صفيوها انا ولد حساب انا وياك السلام عليكم متتبعي قناه مربوحه كي دايرين اخوتي لاباس عليكم كي دايرين مع الصحيحه اموركم مزيان اللي ما كيعرفنيش في قناه مربوحه انا بنت هادي نوال هادي نوال المشاهدين بنت اختي فاطمه يونس قال لهم راه حتى وحده ما عندنا في العائله وقالوها المشاهدين قال لهم حتى وحده فين ما كاينه في العائله كدير الحلوى واش كذبت واش كذبت وانا يا خويا كندير الكوموند نتاع الله لا نسيت كنوال لا نسيت وانا كندير الكوموند ويخرج لي لاصق لا نسيت يلاه عاد باديه لا غير نسيتك انا والله الا غير نسيتك عندنا واحد المحترفه المشاهدين كدير الحلوى على حقها وطريقها اللي بغى كوموند انا اللي بغى شي كوموند كاين انستغرام ديالي دخلوا عندي فيه كندير لي كوموند كندير لي كوموند لي صونا عليا وعيط لي هذا كندير لي كوموند يدخلوا الانستغرام كنعطيهم لي ديرو ديالي وياك شي محل ندير لك شي مشروع مرحبا والله العظيم حتى ينجح هذا والله هذا الشيء اللي هو اللي كينجح والله العظيم ندير انا والله الا راه الحلم ديالي شنو تنقول كنقول ندير شي محل واخا يكون غير كراج ما بقاتش ليش نجحها وندير احنا نشجعو انا نشجعو ما تنشجعك انت اختي بالله على راسي وعيني ونوقف معاك والمشاهدين ديالنا ما غيحشموناش ماشي غير في وجهه المشاهدين ديالنا غيبقاو يطلبوا لي كوموند يونس ماشي زعما غادي نقولها في وجهك كنقول هذه الكلمه بحق زعما الا جاوني الدموع لا لا بلا ما تبكي الله يحفظك انا زعما الا خالي يونس والله الا داكشي داز منه الجود والكرم واش غدير هادشي اللي عطا الله هو شي واحد اللي يستاهل والله الا زعما ما فيه حتى شي حاجه اللي خايبه ما فيه لا بلية لا حتى حاجه هو نعمه الرجل زعما ما عندي زهر ما عندي زهر بنت اختي اش غدير هادشي اللي عطا الله هو فينا وانت والله انا ولا كتبكي عليا والله الا لا عزيز عليا ندون واخا يبقاو فيهم بحال خوالي هو زعما والله الا في واحد واخا كان ما عندوش كنعقل عليه صافي انا بارك الله عليك كتنا انا وحدك انا والله لا والله الا كان واخا مسكين ما عندوش وداك الشيء كان في ديك البدايات ديالو كنعقل عليه كان كيبيع البصله تعقلي كان كيدير ديك اودي بصاف شوفي بقى واحد الكرم وداك الشيء واحد الجود والله الا كاين اللي واخا ما عندهم عنده مال قارون والله ما والله ما يعقل عليك حنا دابا والله ما يعقل عليك شي حوايج بساطين
وكان وصلني كنعقل واحد المره جيت لهنايا وكيوصلني حتى للطاكسي حتى نسيتي انت انا عاقله عليها. قال لي شوفي ها كيفاش تركبي، ماشي زعما حيت عطاني الفلوس ولا حيت كتشوفي الانسان ما عندوش جيد وجيد الحمد لله. كنتي كنديري الله يرحم فاطمه الله يجعلها ربي مزيان هانيه يا ربي. انت اللي ضمنتي على هذه البقوله ايوا راه بزاف علينا. بغيتي البقوله ها هي حشيها وديها لدارك طيبه الله يرحم الوالدين. لا الوالده شحال ديال الوالده غزاله هذه واش حنا نبقاو غير مع قالت اختي قالت لك الوالده مسكينه. لا لا راه المشاهدين تيقولوا لي دايما قلت له ماشي دايما ولكن البقوله ديال الوالده. فاطمه هي اللي طلبت هذه البقوله راه هي اللي خصها تقطعها وراه عطيه يونس عاوني خصنا قلنا لها الوالده تبان في الفيديو. انا الوالده نجرب نشوف واش نعرف نقطع ديك التقطيعه ديالك غادي دير لي شي غليظ وشي رقيق. لا غير نجرب غير شويه ما تقلش على ديك الطاقه. قربي قربي مزيان يشوفوا المشاهدين التقطيعه ديال الوالده. شوف تبارك الله شوفوا الله عليها داك الصوت واحد الهدنه والسكينه عيني شوف الوالده عين كمل عين كمل باش ما تبارك الله عرفتي واش غادي يجيبها الصوت. ها هي كتقطعها رقيقه هي راه كاينه شو كاينه ديك شي يقولوا لها ديك هذا دغيا كتقطع هذيك اللي تديرها قطعها حتى هذيك الراضه الراضه ديك اللي كديرها والله ماشي بحال يد كتجي من الغزال تيقولوا لها عندها واحد السميه ما عرفتش شنو تيقولوا لها القراضه القراضه اللي عندها واحد السميه وقيله اخرى كنت نقول لها القراضه وصح عندي هذه الوقت باش قربي الاول هانت ما تعرفي باش معروف يلا ها هي مجلبانه بالبقوله بالفول اول حاجه عندك ديك الطحالي غليظه اول حاجه كتشتيها هكا خصها بعدا تجيب مقاده تجيب قاده في ولا كتشيها غزال غزال ما بغاتش تجي هنا ما بغاتش لنا قالت لنا راه كيبقاو يكتبوا لي التعليق ديما البقوله تقطعها باش تجيب قاده خصك تقادي هكا يلا صافي يلا صافي تقاد دير الريوس التحتانيين صافي يلا بدا بسم الله قربي للمشاهدين اكرم الشيخ دابا غير رجع الطباخ الشيف دابا راه اودي انا غير كنبغي نونسكم وصافي زعما دابا يلا بغا يقاد الريوس يا 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 ايوا ايوا المهم خصي يا 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 راه لتحت برك مزيان يعني بالنسبه ليها اختي حدا كتحطمني هادشي شنو خلاتني نتعلم حتى حاجه مزيان دابا اختي عاد برك برك مزيان صافي شغلكم تكون ورا عاد بادي قولي له مزيان برك وجر عندك جر عندك ها برك هاك ها انت ها كنت بقيت ديري له باش واخا ما يكونش غادي الحاجه يديرها عندك يا يصبعك اي تشجيعات 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 الوالده واخا ما نعرفش دابا انا صعيبه تما تجيش فيها سهله كاع ما قلتش انا السلام الناس السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي صافي بارك الله بارك الله بارك انتم المشاهدين صراحه دابا والله الا برافو عليك ونجيكم من كل افات برافو عليك والله معروفه في قناه البهجه دائما حتى اللي عاد تقول السلام دور عندي انا اللي طيب الهرقمه ديالي راه خصها يلا دوري عندنا انا ونوال عاوتاني اليوم غنديروا الهرقمه انا ونوال الشيف بسم الله هانتوما هانتوما خوتي دابا غنحتاجو انا ونوال هنايا نديرو الهرقمه وشوفوا البنات راه كتجي غزاله الهرقمه والله الا كتجي فنه كتجي فنه كتجي معلكه كتجي فنه نوال صافي عرفتي كتجي معسله باش تجيكم زوينه تبعوا المقادير دابا غادي نديرو سي عاونك عطاني بسم الله هنا غادي نديرو انت ويلو حمايه معليش معليش هانتوما غادي نبداو بالهرقمه راه كانت كونجي اللي راه جبدناها تعلموا منك الطريقه هذه هانتوما غادي نروحو هي الاولى كديري الهرقمه هي الاولى كاين اللي تيقولوا انتم تابعوا على المشاهدين باش تتبعوا الطريقه هذه باش تشوفوا واش وغادي تشوفوا حتى الحطه كاين اللي تيقولوا ومن بعد ومن بعد كنديروا البصله ياك كنديروا البصله والبصله هذاك ما تكثرش هانتوما حبه وحده انا كنحيد هذا غير في الطياب تتبيصر لا في القليه ولا في شي لا في القليه ولا في شي كتطلق الماء كتطلق الماء هي بزاف هانتوما غادي ديروا لا تقطعها غير عشوائيه ماشي زعما تكون تقطعها عشوائيه قربي باش تشوفوا المشاهدين انا اكرام تقطعها غير عشوائيه الصوره ديال قناه مربوحه تبارك الله عليه تبارك الله لا اكرام كانت نافعاني قبل ما تمشي تقرا ولكن قريتها هي الاولى لا قريتها تبارك الله عليها غدا وكتزيان غدا وكتزيان تبارك الله كيف حشمات كيف حشمات انت غدا وكتزيان وكتحشم والله الا جالسه معايا المشاهدين والله الحانوت ما تسخر له هو من القرايه نيشان الدار لا 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 واحد الحشمه فيها في شكل كاع كتحشم بزاف والله ما تخرج ما تدخل من المدرسه للدار الله يخليها لبابا وماما يا ربي الله يحفظها وينجيها امين يا ربي امين يا واحد الحجمه زايده كاع خوتي غادي ندير دابا صافي البصله من قربتها ها هي العطريه عندي هنايا انا راه شركت كلشي درت كل شويه في الطريسه العطريه كاين هنا المشاهدين البزار ها وكاين الخرقوم ها
هما عندي ما نسال شاونيه الفتاح ما كيعرفوهمش، الفتاح كيعرفو يطيب. سكتو سكين جبير عيوني عرفتي اللي ما تفرقش ما بين هذا وهذا. لا تعلمت من الوالده مؤخرا. برافو عليك. طيب والله ما كيعرف سميتو، ما كيعرف سميتو. المشاهدين عارفينك. هذه قرفه بلديه تبارك الله عليه. طيب قرفه بلديه هذه المشاهدين، هانتوما كيدايره قرفه كيدايره سبحان الله العظيم. وهذا الكمون والملحه. الملحه هي الكوكب ديال هاد العطريه ديال هادشي. غنديروا دابا العطريه. انا هو دابا انا غادي نخوي عندي هنايا جوج معالق كبارين ونص ديال سكينجبير. ديال سكينجبير نخويهم كاملين. خويا كاملين. راه شاده العبار. درتي العبار. عندي العرق ما كثيره صافي. انا راه شاده. راه كاين العيالات اللي ما كيقبضوا العبار لا والو، غير كيقبضوا ويديروا. سبحان الله كيجي الطياب ديالهم بنين. سكينجبير والله غير بيديهم ما كيعبروا لا بمعلقه لا والو. كيجبير هو اللي زوين في هذا كيصايب الهرب. خويا كلشي وداكشي اللي كاين تبقينا عاده. انتوما باش ومعلقه ديال التحميره كبيره والبزار نص معلقه صغيره والخرقوم ما درتش بزاف، راه درت غير شي شويه ما تكثروش. راه هو اللي كاين وشوفوا غادي نديروا زلافه ديال وداك تيقولوا له الزعفران. لا بلاتي لا سينا داك ما قال لكم ما كيبغيوش المشاهدين داك الشيء وزلافه ديال هذا بلاتي. هو شتوه قولوا انت باغا ديريه بالتخبيه. والله الا اغلبيه كيديروه بالتخبيه. انا راه شفتو معايا باش ما تنديرو. والله ما كنعرفش خازنه. والله ما والله ما كنت عارف واش خازنه. والله الا كانت باغا ديريها المشاهدين غير بتخبيعه. لا حياني عليك. وبالتالي التالي باش تقولي راه الطياب جا عاطين له البلا. شوف والله يا البنات وقولوا لي الطياب حصلتك حصلتك. هي واحد النقطه. ها هي مشاهدينا هي بدات تغش. سيري ارينا داك دابا هذا شنو الدور ديالو. هذا ما كيعطي لا بنا لا والو المشاهدين كيعطي لا والو. واشوفوا فيا خلونا غنهضر. خلونا غنهضر. يلا سيدي برر لنا. اشوفوا دابا شتي البنات ياك نوضي طيبي فاش يكون جاي عندك الضياف العارم ما ديريها ورحميني. نوضي طيبي هاد الدجاج وما ديريش فيه الزعفران كي غادي يجيك داك الضياف نتا. غادي يصفر. غادي يصفر. ويلي يجي ابيض يحشمها مع الناس. شوف دابا المشكل هذا المستند الرسمي الا كان جاي عندك عجوزتك وبغيتي تحمري وجهك هذا المستند الرسمي في العراس تيحشمك. ما كاين زعما شي طريقه اخرى باش ديري اللون ديال الزعفران. الزعفران الشعره خلقهم كيدير اللون. وهذا وتنظن حتى الشاونيه حتى هي ريحه الشعره قالك خصك تدير الزعفران. الزعفران الشعره خوتي غالي بزاف. ما كاين كيعطيك الزعفران الشعره. ايوا هو عند با سيدي تنهضر على الناس جابهم من الامارات. ايوا صافي نديرو هذا ولا تنديرو الزعفران الشعره. خليتها ندير الزعفران الشعره. خليتها ندير الزعفران الشعره. انا بعدا ما تنبغي. حنا وانا ماما دابا انا وين الحمص. انا كنت غادي نبينو له الحمص دابا. لا غادي ندير الزيت والحمص فوقاش. لا الحمص بلاتي هذيك الصيب كلها طيب مزيان. هذا هو السر ديالها البنات. خصها حتى تطلق هذه. ها هاد العظم هذا يخرج على هاد التصفيص. وعاد هي غادي كديري الحمص. لا حتى دخلها غير شويه طيب عاد ندير الحمص. غير واحد جوج صفيرات باش يتقادوا في الطياب. باش كيطيبوا في ضربه واحده باش تنهرس ما طايبه مزيان. واش ما تقولش راني ما عارف. ودابا غادي ندير دابا بحال البارح ربيعة دارت واحد الخطا في ذاك العشاء ديال البارح. في جلبانه جات جلبانه ضاعت لها. دابت جلبانه ماشي ربيعة. نادية والحمد لله اللي اعترفتي. لا دابا ربيعه مسكينه باش ما نقول ربيعه عارفه طيابه جلبانه كتخليها واقفه. انا ما عرفتش جلبانه واش طيابه. راه قلتها هذا دابا درت بيبي وخا دخلوا الطياب قلت جلبانه زعما غاتلي شويه الطياب باش اللي احتاجت عندي ربيعه قالت لي واش احتاجت جلبانه. قلت لها غاتفيسخ كنت لحتايا انا قالت لها علاش. قالت لي راه طيابه هادي دغيا كدوب. تيقول لها باقي دور زيدينا جلبانه. فين هي جلبانه؟ هي دابت جلبانه. دابت ما قاسمها تزيدو. هي دابا خصك واخا خلات جلبانه. خلات دابا انا شنو قلت لك عرفت انا باش كنت اللحم حتى يطيب وداك الشيء عاد تلوحها هي الثانيه. قلت لها لا وصيتها قلت لها عندها كيتقول لك بحال يقول بات لي جلبانه. يلاه على بركه الله حصلنا انا واه. الا ما حصلتوني ما ولا بعدا واش نقول لكم انا. علاش مخبعاه؟ وعلاش مخبعاه؟ لا خبعتو عليكم باش نوري المشاهدين. حق الله اشوف قالت لي والله حتى الفرط نادي. قال لك مخبعاه باش نوريه للمشاهدين. قلت لك بغيتو الفرطه انا غادي انا ما تفرطونيش غنفرطكم. قالت لي يا ناديه شوفي راه الزعفران ما تيبغيوش المشاهدين خليتها تجي هنا وعاد ديريه في الكوكوس. قلت انا ما كنكذبش انا ما كنكذبش. واش قروا ولا ما قروش المشاهدين؟ ها هما بداو يقروا. ها
هما بداو يقلوا. شوف اليوم اليوم غنفضحوا على الاسرار ديال الطبخ ديال. لا سمعتيش. لا 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 لا. انا وسمحي لي. كاينه واحد واحد القضيه اصلا خلوني نهضر. خلوني نهضر باش نعطي غير الملاحظات ديالي اللي كنلاحظ انا انا عندي دقه الملاحظه سيرتو في الماكله البارح عاوتاني انا تناكل هزيت الضغمه و تعظم ديال السمع وي وي طيبين طيبين علاش دايرين العظم ديال السمع قولي علاش كطيح في ديك الحاجه وكدير واقيلا الخميره لا لا درنا لا لا علاش يونس كيدير الخميره في الطياب حتى هي الخميره الحمراء كان الحمراء شارف ديال الخميره الحمراء باش كيطيح كلشي اللي لاحظ يونس انا راه على الله وسبحان الله وسبحان الله يونس الا كانت شي حاجه لا العظم ديال التمر ماشي مشكل اش كيبقى ياكل وكيرتعب انا اختي انا بالمكان انا ما تنبغيش تندير الخرق ولكن ناول والله اخوتي هذا مكان ما يطلع لك شي طياب حداه قوسك تحشمي حداه غادي يجي داك الشيء يا انا ول ما غاديش يطلع لك طياب شحال نوضر لنا درق لا نديروا الزعفران شعره كاين والله الا قال لي صافي باش انا ما انتم كاس كبير ديال الزيت البلديه نص كاس ديال الزيت ما فهمتوا حتى حاجه نوضع لكم هذا نص كاس ديال الزيت البلديه لا كاس 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 ولا كاس كاس واه هذا الله يستر هاد الزعفران مسرطين كاس ديال الزيت البلديه مشاهدينا الكرام عقلوا معنا الله يرحم والدين تلفناكم بقوه الهضره كيقولوا لنا مضر واللي ما عندوش الزيت البلديه يعوضها كاس صغير المشاهدين ديال الزيت الروميه الزيت البلديه راه غاليه كاين الناس اللي ما عندهمش مساكن عندو قليله عاوتاني غادي يدير غير جوج هي ثلاثه غير قليله ورات شهاد قلب على الفرخ ولكن هنا ول قالت لك مشى الحال هذا الربيع شتوني درت الزلافه راه باش كتزين الهرقمه غير ديروه ديروا قزبر غالب على المعدنوسه البنات والثومه درت هنايا عندي كثيره الهرقمه درت جوج ريوس كاين اللي كيقول لهم الكرعين الكرعين وشوفوا اخوتي خليوا لي تعاليق زوينه البوتي نبقى نجي مره ونطل نبان مع يونس ولا درتوا لي شي تعليق خايب راه جلبتي ما تعرفوني فين نمشي كيفاش لا لا المشاهدين كيفاش لا لا ما يقول تعال اش نقول لك لا ما يقول تعال خير المشاهدين ديال البوحه غادي يفرحوا لا لاحظت واحد الملاحظه عرفتي عندنا عند يونس ما كيعلقوش عليا الناس خايبين وعند ايوب واقيلا عنده شي ناس ما كيبغيش انا واقيلا لا لا الناس ديالنا ما يعرفوش ساكن. لا تايكم ولا جاو 10 راه يبغيونا والله حتى يبغيونا لا انا كنمسح لك التعاليق ضيفوني ضيفوني تعاليق زوينه عند خالي نقلي باش كتمسح لا والله الا قليل قليل انا ما تلمسش زعما التعاليق بزاف واخوتي ضيفوني بشي تعاليق لا شوف التعليقات التعليقات اللي والله نحكي معكم ماشي الله لا مرا مزيان الله يرحم راسها والله الا الصراحه قلبي التعليقات شكرني انا شنو ماشي شكرني انا كيفاش دايره في الطبع ديالي دابا الناس الله يخليها سلعه الله يعمرها سلعة الله يعمرها سلعة المقلد الله يعمرها سلعة والله العظيم هادي كلكم خواتاتي لا والله الا كلكم خواتاتي ما نفضلش وحده على الاخرى لا لا دابا قلنا كلمه شوفوا معايا ماشي عليا انا دابا قلت لك على المشاهدين كيكتبوا ماشي عليا يعني دابا كتبغي غير راسك دابا خلي وحده شوفي بناتي يقول كل وحده كلمه في حقها في خواتاته كل وحده نقول فيها شنو دابا شنو انا بعدا انا بعدا غير ليا مسالي واخا عبد الفتاح ولا حميد يونس عندي رقم واحد في بقى فيه افتتاح الحال مسكين مغرب والله الا كيبقى فيا تا هو ولكن يونس حنين هيا فاطمه غتبكي ما تبكيش ما تبكيش يا فاطمه والله لا لا دابا يونس غادي يقول كلمه في خواتاتو في كل وحده فيهم شنو كتقول خليه حتى شي فيديو اخر ان شاء الله حتى شي لا لا عرفتي علاش شديتي انا دابا جمعتيهم عليا كتقول دابا تيغلب دابا تيحشم في داك الشيء العاطفه داك الشيء علاش شديتيه ويونس علاش تنقول له يونس ما تنقولوش خالي راه عرفتي الا شفتوني معاه راه حشومه نعيط ليه خالي غنتسمى غير شرفته باش نبان بحال اختو ولا قريب دابا شوفي دابا راه 38 عام راه قريب ندخل في الربعينات دابا ولكن واخا كانت ما بيناش فيا ياك ولا باقي صغير ما بيناش فيا سير صوفا ضعافيت والراجل واخا تيكبر ما تيبانش شويه شويه لا خصني نولي نصحى واه سير نسمو الهرقمه راه خالي شويه كثرنا الهضره عزيز غير تنقول لكم زعما يلا نوضي 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 خلينا نوضي تحيه لعبد الفتاح خالي مسكين في الغربه وداك الشيء حتى هو مسكين عيشة راك عيشة راه حاضره معنا هاك انت تكلفي الدين ما كتبانيش هذه الطيب خلي شدي ما يبقاش الحال في عش تحت هو راه عزيز وتحيه لاختي سمر والله الا لا راك عزيزه عليا عرفتي شحال دخلتي لي لخاطري كنت ما عرفتش سمر عجبتك تبارك الله والله الا لا عرفتي دخلت للخاطر ودخلت للخاطر ديال المغاربه كاملين غير مجرد صوتها سبحان الله العظيم ولا ضريفه ضريفه بزاف ماشي غير هي
كلهم خواتاتها كاملين كلهم 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 سبحان الله. ما تقوليش يعني عندهم داك متواضعين متواضعين واحد التواضع ما عمرني شفتو. ما عندهم داك الخير وداك الرزق والله تقولي ما عندهم. الله ما شاء الله ما شاء الله عليهم. ياك من تواضع لله رفعه. وانا ان شاء الله عليا باش تجيو ان شاء الله الحلوه على حسابي غادي نصايبها لهم ان شاء الله باذن الله. استثمار الخاتم حجه طورطه ولا شنو ان شاء الله باذن الله. طورطه ان شاء الله يا ان شاء الله ان شاء الله. دابا غادي نديروا فيديو اخر على البقوله ان شاء الله. غادي نقطعوا دابا اتبعوا الفيديو ديال البقوله عاوتاني غندير انا والوالده دابا. شوف تتقول لهم غادي نديروا ما كديرش المشاهدين لا هو غنصوروه دابا 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 غنصوروا غندير لكم عاوتاني الطريقه ديال البقوله لحقاش القضيه تبعوا الفيديو الجاي ان شاء الله الطريقه ديال البقوله.